زي ما قلت لكم سهل جدا ان انت تتحدث عن هزيمه الزمالك، بس هو الحق ان احنا نتحدث عن فوز فاركو اللي عمل مباراه كبيره على مستوى الجهاز الفني بقياده الكابتن طارق العشري وعلى مستوى اللاعبين. مباراه كبيره جدا، دفاعيا فاركو عمل مباراه محترمه جدا، هجوميا عمل مباراه محترمه جدا. فاشاده، وفي فريق بيكسب وفي فريق بيخسر. عاده يعني الناس تتحدث عن خساره الزمالك او خساره الاهلي، بس بنسبه اقل يتحدثون عن انتصارات الفرق اللي بتلعبهم، رغم انه المفروض العكس. فبصراحه فاركو محتاج ياخد حقه جدا. مباراه ثانيه على التوالي، انتصار مع الكابتن طارق العشري بعد مباراه المصري، مباراه صعبه جدا امام المصري، مباراه صعبه جدا امام الزمالك. فبالتاكيد لازم نهني الكابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي فاركو على هذه الانتصارات السريعه جدا. يا كابتن طارق مليون مبروك. شكرا كريم، تحياتي ليك ولاسره البرنامج. يعني النهارده مباراه كبيره جدا امام نادي الزمالك على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. ما في شك، مباراه كبيره جدا امام فريق كبير نادي الزمالك، ومباراه من العيال الثقيل، ست نقاط، يعني ثلاث نقاط بتوعها بمثابه ست نقاط. خاصة ان هي جايه بعد مباراة النادي المصري، وعلى التوالي فوز ثاني على التوالي مهم جدا لفريق فاركو، بيعمل لنا قفزة كويسة جدا في جدول المسابقة، ونبني عليه ان شاء الله في المستقبل قبل بداية الدور الثاني اللي هيبدأ بعد أربع أيام على طول مع البنك الأهلي. فمبروك لمجلس الإدارة، ومبروك للجهاز الفني واللاعبين، وخلاص احنا بنطوي الصفحة وبنبص للي جاي، لأن اللي جاي هو المهم. كنت داخل المباراة ديت وعارف انك هتعمل مباراة كبيرة او نتيجة كبيرة امام نادي الزمالك في ظل حالة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، ولا كنت قلقان من فكرة انه الزمالك ممكن يكون فاق او رجع لمستواه تاني بعد الانتصار على فيوتشر؟ انت بتلعب امام فريق كبير باسم نادي الزمالك، وفي الشك بيبقى الاستعداد الفني والذهني والنفسي اللاعبين يبقى على مستوى حدث المباراة. يعني خلينا نقول احنا رتبنا المباراة من بعد مباراة المصري مباشرة، يعني فعلى جميع الأصعدة صراحة، ورفعنا الحمل بشكل كويس، وبعدين ابتدينا نرتب ونضع الأسلوب المناسب، لاعبين المناسبين واللي هيواجه فريق الزمالك. شاهدنا كتير جدا الزمالك وبنينا خطتنا عليها، الحمد لله اللي تم ترتيبه داخل الأسبوع أو خلال الأسبوع اللي فات ده تم تنفيذه في المباراة، وده الشيء الجيد اللي أسعدني. الولاد استجابتهم عالية جدا جدا، خلال 10 ايام تحصد ست نقاط من فريقين كبار. اعتقد ده مدلول جيد تبني عليه في المستقبل. صحيح. ويقول برضه ان احنا المكان اللي فيه نادي فاركو لابد ان احنا نعمل قفزه كبيره تليق باسم المكان واسم مجلس الاداره والدعم اللي محطوط، التارجت اللي محطوط. ان شاء الله باذن الله تعالى نبني على الفوز ده بشكل كويس. والولاد كانوا الفتره اللي فاتت محتاجين دعم معنوي بشكل كويس، محتاجين ان هم يتنظموا، محتاجين ان هم يلعبوا على هدف، يلعبوا باستراتيجيه معينه، وده يمكن اللي في خلال 10 ايام تحدثنا معاهم، ولذلك الاستجابه بتاعتهم عاليه جدا. انا فخور بالتواجد معاهم، وعندي طموح كبير جدا 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 معاهم ان احنا نعمل نقله كبيره جدا لفاركم. صحيح. النهارده شفنا لعيب، مش شفنا لعيب، شفنا اجانب في نادي فاركو، اجانب رائعين جدا يا كابتن طارق تحديدا كمان، يعني اللاعب سيف تيري النهارده حديث الجماهير المصريه بعد الهدف الرائع اللي جابه، خاصه ان سيف تيري كان له قصه مع فاركو انه كان تسبب في ايقاف القيد وبعد كده اصاب بالرباط الصليبي، بيرجع النهارده بمستوى رائع جدا. مفيش شك، وخلي بالك وقت قصير لعبه، ولكن بيدل على على لعيب كبير. يعني اداره فاركو تمسكوا بيه بشكل كبير جدا، رغم ان هو عرضهم للايقاف، لكن والاصابه طبعا خدت منه بشكل كبير جدا، لكن الولد عنده طموح وصلابه في العوده مره اخرى. مش هو بس، لا ده كل اللاعبين طموح، ده لمسته من خلال تواجدي معاهم واللي نقلته بشكل كويس جدا. احنا لابد ان احنا نلعب على هدف ونحط ونكافح من اجل تحقيق هذا الهدف، وده اللي بيطلبه مجلس الاداره بصراحه، دعم يعني غير محدود الفريق قيادة طبعا مستر عز وجميع اعضاء مجلس الاداره، واتفاق جيد جدا جدا من الجهاز الفني واللاعبين حول تحقيق الهدف ده. في الشك هيحتاج مننا بذل مجهود، هيحتاج مننا تضحيات، هيحتاج مننا عشان نوصل للمكانه اللي انا يمكن بحب ان اتعامل فيها،
وهي التواجد مع الكبار، وده المكان اللي هنسعى له بشكل بكل قوه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. صحيح. طيب كابتن طارق، انتصارين على التوالي مع فاركو المصري والزمالك، مباراتين في منتهى القوه، تهدي شويه من امورك النفسيه بعد ما حدث في سموحه في الفتره الاخيره؟ والله كريم، خلينا نقول للناس صفحه سموحه ديت يعني انتهت خلاص بالنسبه لي واصبحت في الماضي، وانا دايما بحب اعيش في المستقبل. مستقبلي الان هو مع فريق فاركو اللي انا وجدت فيه ضالتي زي ما قلت. مجلس اداره متفاهم، عنده استراتيجيه، عنده بلان، وعنده طموح، وده يمكن انا بحب اتعامل معاه بشكل كويس جدا، وترك لي الدفه الجمل بما حمل، وانا بحب اتعامل في مثل هذه الاجواء. ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى ينعكس ده على الفريق بشكل كويس على صعيد النتائج وعلى صعيد الاداء، يعني اللي يخلي الفرقه بتنتج هذا الانتاج في وقت قصير جدا يدل على مجموعه لاعبين جيدين مع الوقت هيتحسن ويتطور بشكل كبير جدا 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 على جميع الاصعده الفنيه وكمان على صعيد النتائج باذن الله تعالى. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى الانتصار الكبير على نادي الزمالك اليوم. مدرب محترم بصراحه، يعني كابتن طارق العشري مدرب محترم، مع حرس الحدود عمل انجازات تاريخيه، مع طارق الجيش الموسم اللي فات ينهي معاهم في المربع الذهبي، حصل ما حصل مع سموحه، يعود مره اخرى للواجهه، واجهه المدربين في مصر مع فاركو، يحقق انتصارين في منتهى الاهميه على المصري والزمالك في اول مباراتين ليه مع الفريق. احيانا يعني بتاخد العداله من عند الله، مش احيانا، عفوا، على طول العداله بتيجي من عند الله في الوقت المناسب بصراحه. يعني حقا حق كابتن العشري، انا شفته كان بيحاول يعمل فريق محترم لسموحه واوا، بس يعني خلاص خلافات مع اداره النادي، خرج من نادي سموحه بشكل او باخر، وعداله الله كالعاده يعني هي بتبقى الفيصل في امور، في كل الامور.